إخواني أخواتي متابعي قناة أبارتون موفاز، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن الإخوان المتابعين والأوفياء لهذه القناة كنتواجدوا في واحد الشقة اللي كتواجد قرب مساحة الرازي. هذه التجزئة الاسم ديالها تجزئة توريا طريق عين شقف، وكذلك كيفما بكم أنها قريبة من مساحة الرازي اللي معروفة هنايا في طريق عين شقف. هذه الشقة كتواجد في الطابق الثالث، المساحة ديالها هي 134 متر اللي كتواجد في التيتر، أما المساحة ديال البروز راها 134. إخواني أخواتي كيف ما كتشاهدوا معايا، هاد الشقة اللي فيها لاسانسور فيها الباركينج ديال الطوموبيل، الموقع ديالها جيد ممتاز اللي معروف هنايا في هاد التجزئة هذه. فيها ثلاثة البيوت، فيها جوج حمامات، كذلك فيها صالون وسيجور اللي كتشاهدوه معايا. كيف ما قلت لكم انها فيها 135 متر اللي كتواجد في التيتر، اما بالنسبة للبروز كتواجد فيها 145. سمحوا لي قبيلة غلط، كتشوفوا معايا القبص مفروقين على حسب التفريشة اللي منزلين مالين الدار، كل واحد كيف رش على ذوقه. حتى الانسان اللي بغى ياخذها بهذا الاثاث هذا راه حتى هي معروضه للبيع. حنا دائما تنقولوا الثمن ديال الشقه، واللي يبغى الاثاث يتفاهم مع صاحب الشقه. كيف ما قلت لكم خوتي انها في كتواجد في طريق عين شقف في جزيئات توريا. كتشوفوا معايا هنايا سيجور قبالتكم اللي مصوب بهالطريقه العصريه، فيها الانستالاسيون ديال الكليماتيزور في الصالون، كذلك كاين فيها شيميني اللي غتشاهدوه معايا في الدخيلة ديال الباب. من الدخيلة ديال الباب خوتي فيها الرخام، الصالونات كتشوفوهم كاملين بالرخام. هذه الدخيلة الرئيسية، شيميني وهذا اللي قبلتنا، هذه أبريس كات يعني مازال تبقى من فوق هذه الشقة هذه. بالنسبة غتشوفوا معايا هنايا كذلك طبلة موجي اللي واخدة المكان المناسب ديالها. العديد من الناس خوتي تيطلبوا لي هنايا قبلت مساحة الرازي شقق. الان هي عرض من عروض ديالنا الشيقه اللي كنجيبوها لكم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نشوفوا الكوزينه هي الاولى، غنشاهدوا البيوت مباشره ملي كندخلوا الكوزينه. الكوزينه كبيره اللي غادي تشاهدوها معايا ممتازه، يعني بيان كاستري، كتشاهدوا انها كتحتوي على بلاكارات كاملين، كذلك فيها لاحوط، فيها الماكينه ديال الصابون، فيها لانستالاسيون ديال البلاك، وكاين بالكو للشميشه كتشوفوا انها داخله ترقب الكوزينه، وكذلك كتشوفوا معايا الكوزينه حتى اسمحوا لي الثلاجه اللي حتى هي انكاستري كذلك بالبلاكارات ديالها ومجلجه حتى الفوق. كتحتوي على طبله موجي بما ان الكوزينه كبيره. غادي نوريها لكم من هاد الواجهه هذه باش تشاهدوا الكوزينه كامله. تا لاستالاسيون ديال الشوفو جاي قريب من هاد البالكو. هاد النوعيه ديال الكوزينه من الطراز الرفيع. غادي نمشي نوريكم البيوتا. غادي نبداو بالبيت الاول ديال الوليدات اللي جايين واحد حدا واحد، وكذلك غادي نوريكم غرفه الوالدين. هذا البيت الاول، كتشوفوا ان البيوت كبارين اللي هازين جوج ديال النوامس، مع الاضافه ان كاين الاسباس ما بيناتهم، كاين باركي في الارض كتشوفوا حتى هو مزيون. كتشوفوا هاد الطريقه باش مصوب هاد بيت نعاس، طريقه جميله وجيده. حتى الانسان اللي خداها وبغى كيف ما قلت لكم ياخذها بهاد الاثاث، كلشي على موضعه تام. الشميشه انتما كتشوفوا انها ضربه في هاد الواجهه هذه،
غير نغطي لي ستوري على ود التصوير. البيت الاول فيه الكليماتيزور ديال الوليدات. غادي نمشيو كذلك تشاهدوا البيت الثاني ديال الوليد اللي حتى هو نفسه نفس البيت اللي شفنا معنا ديال البنيتات. هو فيه باركي في الارض، عندهم نفس الواجهه جايين على الشارع. تشوفوا ان البلاكار هنايا قبلتنا كوليس، والخشب من النوعيه الممتازه. الانستالاسيون ديال التلفزيون كاينين في البيوت. غادي تمشيو باش تشاهدوا معايا البيوت الاخرين اللي كيسمحوا لي البيت ديال لي بارون اللي كيتواجد حتى هو قبلتنا. غادي تشاهدوا معايا الحمام وكذلك البيت. غادي مباشره ندخلوا البيت ديال لي بارون. البيت كيحتوي على الدوش، يعني على حمام اللي فيه لافابو وطواليت، وكاين الدوش بالكوليس ديال الالومنيوم. البيت هو هذا حتى هو كبير اللي كتشوفوه معايا، وفيه بلاكار كبير. كنشكر صاحب وصاحبه هاد الشقه هذه على ثقتهم التامه فينا اللي عطاونا هاد الشقه هذه وحطيناها في هاد القناه المتواضعه. حتى نتوما خوتي اللي عندكم اي حاجه كتخص بالعقار وبغيتينا نتكلفوا لكم بالبيع، اهلا وسهلا. غتشوفوا معايا البالكون اللي كيتواجد في قلب بيت الناس هو هذا. حتى الانسان اللي بغى يدير فيه بليسان تجي مزيونه، راه عنده الباش ديالو، بالباش كيهبط ويطلع. مسحة الرازي قريبه من هنايا، الفيزافي ما عندكش. غادي تشوفوا معايا الحمام الاخر اللي كيتواجد خارج البيوت. هنا الحمام تشوفوا حتى هو اللي الحمام كبير اللي فيه باس كبير، وكذلك كتشوفوا ان الوطاية والطواليت والدوش والجلج حتى الفوق، وعندو دكانة فوق الحمام اللي واخده المساحة ديال الحمام كاملة. اخواني اخواتي كيف ما شاهدتوا معايا الشقة الرائعة اللي كتوجد في الزيئة التورية تبع طريق عين شقف، فيها لاسانسور، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل، كتواجد في الطابق الثالث. بالنسبة لثمن البيع هو 85 مليون ثمن البيع النهائي بس راح صاحب هاد الشقة. اللي يبغى يجي يشوفها معليه لا يتصل بينا، نحدو موعد مع الناس، واهلا وسهلا. اخواني اخواتي ما تنساوناش باللي لايك وكذلك لي بارطاج مع الناس والعائلة، والناس اللي شاهدونا اول مرة نتمنى انهم يضغطوا على زر صابوني وزر الجرس ليصلكم الجديد. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.